السيدات والسادة حياكم الله، نشرة إخبارية جديدة من قناة الوكالة المحلية ونبدأها بأبرز العناوين. الحكومة اليمنية والانتقال يوقعان على مسودة اتفاق جدة والتوقيع الرسمي خلال اليومين القادمين. القوات الجنوبية تشن عدة هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي بالضالع. تحول العاصفة المدارية كيار إلى إعصار من الدرجة الثانية في بحر العرب. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني على التوقيع على اتفاق جدة بشكل رسمي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال اليومين القادمين. وأضاف الأرياني في تغريدات له على تويتر أن الاتفاق سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وشدد على توجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من الميليشيا الحوثية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش: من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه عبر هذا الاتفاق. ومن جانب آخر، أكدت صحيفة القارديان البريطانية أن اتفاق جدة يعزز بشكل كبير موقع المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات قادمة على المستوى الدولي بشأن اليمن، ويهدف الاتفاق لترعاه السعودية إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن وتشكيل حكومة جديدة. تتواصل المعارك الشرسة والمواجهات المتقطعة في جبهات غرب الضالع بين القوات الجنوبية وميليشيا الحوثي الانقلابية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وشنت القوات الجنوبية عدة هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي في المزارع الواقعة غربي الفاخر، كما تمكنت القوات الجنوبية من صد محاولة زحف الميليشيا الحوثي نحو الجب وبتار. وأوضح أبطال اللواء الرابع مقاومة بالطالع كذب ادعاءات ميليشيات الحوثي، مؤكدين اغتنامهم أسلحة حوثية بمنطقة الفاخر. هذا وواصلت القوات الجنوبية التقدم نحو الطريق الرابط بين الفاخر ومناطق بيت الشرجي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة الفاخر الذي يدعي الحوثي أنه تقدم وسيطر عليها استعادها بعد هزيمته. نحن الآن ما بيننا وبين سوق الفاخر سوق المدينة إلا 100 متر. هذا أمامكم، يريد أن يرفع معنويات جنوده بالكذب. نحن هنا صامدين بإذن الله عز وجل، والقادم أدهى وأمر بإذن الله عز وجل. تكبير الله أكبر. تم صد هجوم واسع الميليشيات الحوثي، ونحن الآن كما تشاهدون اقتنمنا سلاح العدو وقنابل يدوية صناعة محلية للعدو. هنا تمكن أبطال وأفراد اللواء الرابع مقاومة من كسر حاجز الخوف، وتمكنوا من صد أكبر هجوم الميليشيات الحوثية، وتمكننا بحمد الله وعون من دحرهم وتلغيمهم أروع الدروس القتالية. وكمان أوجه كلمة شكر وتقدير دول التحالف العربي وغيرة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كمان نوجه كلمة شكر قيادتنا السياسية الممثلة بالرئيس علي روح الزبيري. أصدرت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بديوان حضرموت الإشعار رقم 3 حول متابعة الحالة المدارية في بحر العرب كيار. وأوضحت تحاليل الخرائط السطحية وصور الأقمار الصناعية إلى تمركز العاصفة المدارية في شرق بحر العرب وتحول العاصفة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية بسرعة بلغت 90 إلى 95 عقدة، ويتجه إلى شرق بحر العرب ثم بحر العرب خلال 72 ساعة المقبلة. وأشار الإشعار إلى احتمالية ارتفاع الإعصار إلى الدرجة الثالثة خلال 24 ساعة القادمة، مع التنبيه بأن لها تأثيرات على بلادنا خلال 4 أيام المقبلة. تمكن فريق الشعبة الهندسية لمكافحة الإلغام التابع للمنطقة العسكرية الثانية من تفجير عبوة ناسفة في منطقة فلوك شرقية مدينة المكلا
دون أي خسائر بشرية. وقالت مصادر عسكرية أن عمليات المنطقة العسكرية الثانية تلقت بلاغا يفيد بوجود جسم غريب بمنطقة فلوك، ونزلت الشعبة الهندسية لمكافحة الإلغام إلى موقع الجسم الغريب والتأكد منه، واتضح أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة مزروعة بالأرض، وقاموا بتفجيرها. وطمأنت المنطقة العسكرية الثانية المواطنين أن الوضع الأمني في المكلا مستقر وتحت سيطرة النخبة الحضرمية. اختتمت بمدينة المكلا الدورة التدريبية لتأهيل العاملين بمصلحة السجون التي تنفذها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتنسيق مع رئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية. واستهدف البرنامج تدريب 76 متدربا من العاملين في السجون، بالإضافة إلى تدريب 48 موظفا من سجون العاصمة عدن وأبين ولحج والضالع وتعز، تلقوا خلالها مهارات إدارة السجون من قبل نخبة من كوادر متخصصة محليين من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وذلك ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية. افتتحت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت مشروع بناء الدور الأول بمركز الأورام السرطانية بمستشفى سيئون العام بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط. ويشرف على المركز مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، وسيسهم هذا المشروع في التخفيف عن الكثير من المرضى والاهتمام بهذه الشريحة التي تعاني من مرض الأورام الخبيث، حيث أن المركز يتميز بخدماته المجانية لمرضى المحافظة والمحافظات المجاورة. انعقدت بمستشفى سيئون العام الندوة العلمية حول السياسة العلاجية لأمراض الدم الوراثية تنظيمها مؤسسة سدن وبمشاركة عدد من الأطباء ضمن فعالية المخيم الطبي الأول بوادي حضرموت لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. وتعرف المشاركون في الندوة إلى أنواع الأمراض وكيفية تكوينها وأعراض وعلامات الأمراض وظهورها على مريض الثلاسيميا والأمراض الأخرى، وما هي الفحوصات المتطلبة للمرضى، وكذا مضاعفات المرض وما يسببه للمريض من أعراض أخرى، وكيفية التعامل مع المريض المصاب، وما هي العلاجات المطلوبة لمرضى الدم الوراثية وكيفية صرفها وتناولها للمريض. وتخلت الندوة عددا من النقاشات المستفيضة وأسئلة من قبل المشاركين. أقام مركز وادي عمد التعاوني الصحي الطبيب الزائر الثالث في طب وجراحة العيون للدكتور علي حسين بن يحيى، ويهدف البرنامج إلى إجراء 35 عملية نوعية بين إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وإزالة لحميات العين والأكياس الدهنية ومعاية أكثر من 200 حالة، إلى جانب تقديم الخدمات الأساسية في المركز من عملية الطوارئ وعيادة النساء وعيادة الباطن والمختبر، وتقديم خدمات استشارية وإجراء عمليات نوعية وعادية في مجال جراحة العيون. توج فريق ريف قيدون بطلا للدور التنشيطي بنادي دوعا بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره أهلي صبيخ. ويأتي هذا الدوري برعاية السلطة المحلية بمديرية دوعا وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة. وفي ختام المباراة تم تكريم ريف قيدون بكأس البطولة ومبلغ مالي، وأهلي صبيخ بكأس الوصيف ومبلغ مالي، وتم تكريم أفضل حارس وأفضل هداف في الدوري. وبين شوطي المباراة تم تكريم قيادة السلطة المحلية بالمديرية والجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح الدوري. جرى بمدينة المكلا تدشين المساحة الصديقة للأطفال التي تنفذها مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية وتمولها منظمة اليونيسف، ويشرف عليها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. ويستفيد من هذا المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في توفير احتياجات الطفل النفسية والترفيهية أكثر من 200 طفل. وفي التدشين تم استعراض أبرز الأنشطة التي سيتم العمل عليها مع الأطفال. وفي هذه المساحة الصديقة لهم والتي تنصب في تقديم الترفيه والتعليم والاستشارات النفسية للأطفال. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الحكومة اليمنية والانتقال يوقعان على مسود اتفاق جدة والتوقيع الرسمي في اليومين القادمين. القوات الجنوبية تشن عدة هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي بالضالع. تحول العاصفة المدارية كيار إلى إعصار من الدرجة الثانية في بحر العرب. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.